ومهم برضو ان انا اخد راي كمان الكابتن طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، اعرف رايه ايه في هذه الجزئيه. الكابتن طارق، مساء الفل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ابو خليل، ازيك يا حبيبي؟ بس سابق ليه؟ الحالي، انا قلت سابق. اه طيب الحالي وماله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، كله تمام، بنعمة يا حبيبي. رايك ايه بقى في الموضوع ده؟ لا هو طبعا يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا ابو خليل، الموضوع ده بقى له اكتر من شهرين، خلي بالك، او شهر ونص القرار ده، يعني كمان وصل لنا من شهر شهر وشويه. طبعا مفيش شك ده قرار يعني لابد ان الكابتن احمد مجاهد والناس اللي في اتحاد الكوره يراجعوا نفسهم فيه، لان القرار ده هيحرم ناس كثيره جدا جدا من مواهب كثيره قد تظهر. كلنا من الارياف يا ابراهيم، بالظبط. احنا مش كلنا منين؟ عد شوف منتخب مصر النهارده، نادي الزمالك، النادي الاهلي، على مدار السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه كلنا من المحافظات. صحيح صحيح، فهو طبعا عامل القرار مقتصر القرار على 2009 و10 و11 و12 2007 هم او 8 2007. لا 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 7، لا لا لا، ما هو 7. قال لك لا لا يا كابتن، عندي قدامي البتاع، قال لك من 2007 وانت طالع، من 2007 وانت طالع. انا اللي عندي من 8 لا يا و9 كابتني، لا يا كابتني، اهو اجيبه لك على طيب الشاشه، بيقول لك من ماشي 2007 وانت طالع. هو انا مش قدام الشاشه بس ما ماشي علينا، لكن هو قرار لابد ان يرجع فيه كابتن احمد مجاهد، لان ده هيحرم اولا اللعيب نفسه يلعب في الزمالك، نفسه يلعب في الاهلي، نفسه يلعب ومستواه يجيب كده. طب انا ليه احرم اللعيب ده ان انا مجرد انت خايف عليه من السكه؟ ماشي، ما هو والده هو يتحمل مسؤوليه، يعني وات ايفر، فيها كذا حل. النادي يتحمل مسؤوليه اللاعب، الاب الولي الامر يتحمل مسؤوليه السفر اللاعب رايح جاي، مش قضيه. الكلام ده مطبق، خلي بالك ابو خليل، في على مستوى الدول مش المحافظات. ايوه هو فعلا مطبق، خلي بالك، بس مستوى الدول، يعني مثلا انت في المانيا تحت السن اللي هو 13 و12 سنه ما ينفعش يجي مثلا بلجيكا يلعب في بلجيكا، لكن دي ده بلد ودي بلد، لكن دي ايوه محافظه، ايوه يعني قصه مختلفه تماما. صحيح، فقرار طبعا صعب جدا، هيحرمنا من لعيبه كتير جدا. انا النهارده انا لفيت مصر كلها يا ابراهيم، اول الموسم نادي الزمالك لف في مصر كلها من اولها لاخرها، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، واخترنا لعيبه مميزه جدا في الاعمار دي. واللعيبه مش عايز اقول لك يعني اولياء امورهم بيعيطوا، سواء بيعيطوا للزمالك بقى بيعيطوا، والله العظيم بيقول لنا بيعيطوا، اقسم بالله ما بهزر. يعني الولي الامر تو، طب انا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش. ليه حضرتك عندك شقه في مصر مثلا، عندك بيت في القاهره، عندك بيت في الجيزه، عندك بيت في حلوان، في اي حاجه، ونعمل عنوان عليه ونجيب الولد. طبعا مش كلهم عندهم الرفاهيه دي. صحيح، فبالتالي صحيح. قرار اولا انت ممكن ولا 2009 و2007 فاهمني تحرمه يلعب منتخب مصر، مش هقول لك بقى الزمالك والاهلي، انت ب ب ب ب بتحرم موهبه ايوه انها تطلع وتبرز فاهمني، وتروح تمام. منتخب مصر سواء 2006 او 2007 او 2008 من اول 2007 و8 و9 وانت طالع. صعب صعب القرار، لابد ان يراجع فيه كابتن احمد مجاهد الناس المسؤوله. يا اخي تعالى ادعينا احنا كفنيين، ايوه انا شغال في نادي الزمالك وخالد بيبو في الاهلي مثلا ومش عارف مين في انبي، ونقعد على ترابيزه كابتن احمد ونتناقش نتحاور، يعني فاهم قصدي، نلاقي لها حل. يعني احمد مجاهد اصله صدره رحب قوي، وعنده الفاسيلتيز دي اللي هو يقدر من خلالها يستقبل كل الاراء فاهمني. صحيح، فبالتالي مهم جدا قبل ما اصدر قرار اجيب الانديه، مش بقول لك هاتف الزمالك والاهلي بس، لا كل ايوه انديه مصر، واقعد وشوف مين اللي، لان في ناس كتير جدا هتتضرر، سواء الزمالك سواء الاهلي، اللعيبه دي ذنبها ايه؟ اولياء امورها ذنبها ايه؟ يعني في حاجات كتير قوي قوي كان المفروض يعني يبقى صحيح. فيها ده على رأي، ده على مراعاه رأي شويه. كابتن احمد حسن حتى كمان، ده مش بنتكلم حتى في الاقاليم، ده اللي قاعد في التجمع ما ينفعش ابنه يروح في فرقه في زايد، واللي قاعد في زايد ما ينفع، وفي اكتوبر ما ينفعش يودي ابنه في التجمع، دي محافظه ومحافظه يعني. ما انا بقول لك يعني هي قصه، لا بس هي حددوها ب 50 كيلو يا ما عنديش في اللائحه، ما متحدده ب 50 كيلو، انا اللائحه اللي ما قدامي، فيش، بس اللي جات لي كده انت، لا اللي اللائحه جات اللي لي قدامي، جات اللي قدامي انا احب اتعامل مع الرسمي، اللي قدامي من محافظه للتانيه، يعني من لا محافظه بس انا بقول للتانيه. لك هم ربطوها ب 50 كيلو، تبعد 50 كيلو، يعني مثلا الشرقيه ما ينفعش يلعب في القاهره، المنصوره ما بص ينفعش بقى، يلعب في خد القاهره. بالك 50 كيلو ده بالنسبه للناشئين في حاله الانتقال، خد بالك ال 50 كيلو دي، ده غير المرحله بتاعت البراعم الصغيرين اللي احنا بنتكلم فيهم،
عشان لا برضو البراعم دي، ما انا عارف براعم 2008 9 10 11 ايوه لا يعني ناشئين بقى ال 50 هي دي. فاتمنى ان يكون في نوع من ال، احنا طبعا احنا عندنا مشكله بنادي الزمالك، احنا ما بنعيدش حد جديد دلوقتي، خلي بالك احنا عندنا مشكله في القيد في كله، في كل الاعمار، في كل الاعمار السنيه في كل الاعمار. هذا لا يمنع ان انا احتفظ باللعيب الكويس بتاعي احطه في مكان معين، او القيد ربنا ييسر ان شاء الله تتفتح القيد او المشكله تتحل، لو ما اتحلتش احطه في مكان بحيث ان احتفظ بيه وارجعه السنه الجايه. صحيح، فاهم قصدي؟ صحيح. يبقى في حتى حلول يعني، عايزين نوجد حلول، مفيش مشكله خالص خالص ابو خليل عندي في ان الامور يعني لابد انها بالاتفاق وبالكلام وبالدراسه. صحيح بالظبط، ترابيزه ونقعد ونشوف الدنيا فيها ايه، وربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب، وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن طارق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كل سنه طيب ابو خليل، وكل سنه وكل مشاهدينك طيبين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. كابتن طارق يحيى نجم مصر ومدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك.